هذه راح تتم الخرز المقام يصب فيها اخرزه سبحان الله العظيم الخرز طبعا ها هذا كان يسكون بالتل السوداء هذا الخرز يصب الماء فيه هنا هذه راح تتم الخرز المقام يصب فيها اخرزه سبحان الله العظيم الخرز طبعا ها هذا كان يسكون بالتل السوداء هذا الخرز يصب الماء فيه هنا